وخلال جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أكد مدير عام الاستشارات بإحدى الشركات عمر رزق على أن الحوار الوطني يعتبر منصة تجمع لأصحاب الرأي. وشدد رزق على ضرورة تطوير قطاع ريادة الأعمال. هو أولا مشاركتنا في الحوار الوطني وفي منصة زي الحوار الوطني هي مشاركة بالتأكيد هي مشاركة مهمة جدا، لأن هي منصة بتجمع كل أطياف المجتمع، ده رقم واحد. رقم اثنين ان هي بتجمع كمان الشركاء الرأي او الشركاء كلهم المشاركين في قطاع ريادة الاعمال، وفي نفس الوقت الشركاء الحكوميين وشركاء من القطاع الخاص، عشان نقدر نطور قطاع ريادة الاعمال على قد ما نقدر. القطاع ده النسبة الاكبر من المشاركين فيه او المستفيدين منه او العاملين فيه هم من الشباب، فدي طبعا فرصة ودفع للامام للشباب ودفع للامام لقطاع ريادة الاعمال في مصر. زي ما كنا امبارح يعني كان عندنا فرصة ان احنا نقدم قدام سيادة رئيس الجمهورية الفرص الموجوده في قطاع رياده الاعمال وسبل تطويرها والبرامج اللي احنا كشركه انطلاق بنحاول نعملها، وهي برنامج مسارعه الاعمال، برنامج تنميه والتعريف برياده الاعمال في الجامعات المصريه اللي هيبتدي من العام الدراسي القادم ان شاء الله. فكل دي فرص بتبين قد ايه اولا الاهتمام القطاع الخاص وايمانه وايمان الشباب بالقدرات الموجوده في قطاع رياده الاعمال.